للعالم وفضله على العابد كبير جدا، يعني كفضل القمر على سائر النجوم، فضل العالم على العابد. فهذا الطريق مثل ما قلت لكم وفقكم الله، يعني كفضل القمر على سائر النجوم، فضل العالم على العابد. أيها الناس، لقد فتنكم هؤلاء العلماء غير العاملين. ولا تفرحوا أيها الظلمة بابتعادي عنكم وهجرتي من بلادكم، فلن يطول الأمر حتى أعود مع أبي محمد بن الحسن المهدي عليه السلام، الذي لن يعطيكم إلا السيف والموت تحت ظل السيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآل محمد. الأئمة والمهديين وسلم تسليما. الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. أنتم في هذه الدنيا سائرون، ولا بد لكل سائر من الوصول، فاحذروا أن يكون وصولكم إلى النار، واعملوا أن يكون ورودكم إلى الجنة. وقد وصلني هذه الأيام تشكيك بعض من يدعون الإيمان بي بالمكتب الرسمي في النجف الأشرف وبهذه الصفحة المباركة التي نشرت فيها رسالة بصوتي. ومن شاء منكم أن يكفر فليكفر، وليظلم بعد، وليتنجس بعد. تابعوا علماءكم غير العاملين.
هذه كانت البيعة الثالثة. بعد أن ضربت على قرني مرتين، فالحمد لله الذي جعل لي شبها بذي القرنين، أصنام تحمل إرث أعداء الأنبياء والمرسلين، وتعرف كيف تحمل المصاحف على الرماح لينكسر جيش علي.